بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، ها قد وصلنا إلى نهاية سنة من التكوين تنضاف إلى رصيد المؤسسة العلمية، وإنه لمن دواعي السعادة أن نجتمع في هذا اليوم أساتذة وأطر إدارية وطلبة للاحتفال، راجين من العلي القدير أن يكتب الفلاح لكل المساهمين في خدمة المؤسسة. فبداية لا يسعنا إلا أن نرحب بالحضور الكريم في هذا الحفل البهيج، وفي هذا الحفل المبارك، حفل تتويج هذه السنة الدراسية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حفلا مباركا، وأن يكون حفلا للتتويج، وحفلا للتواصل فيما بيننا، وحفلا كما قلت لشكر كل من يسهم أو يساهم في إنجاح هذا المشروع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. أصدق عبارات الاحترام منوهين بالمجهودات القيمة التي بذلها ويبذلها الطاقم الإداري لهذه المؤسسة المباركة، والتي تحمل اسم رجل أراد الله به خيرا ففقهه في الدين، إنه السيد فريد الأنصاري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. كما نتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتنا الكرام الذين خصصوا لنا ساعات من وقتهم سافرنا معهم خلالها إلى عالم العلم والمعرفة، فكانوا بحق خير رسل، أناروا لنا ذنوبنا وذللوا صعابنا وزرعوا المتعة في نفوسنا لإدراك المفاهيم الأصولية والفقهية وتدبر الآيات القرآنية وتتبع معنى المصطلحات الحديثية، وكذا العيش في كنف السيرة النبوية والوقوف على ضوابط القواعد النحوية. نحن طلبة الأساس الأول نقر لكم ونشير أنكم فوانيس تنير، وبكم تستمر الحياة للطويل. أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي طالبات
يقول ربي عز وجل في كتابه العزيز في وعد رباني: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاليوم حفل وحق لنا أن نحتفل، فمن شكر النعمة أن نحتفل ونستشعر نعمة الله علينا أن اصطفانا وجعلنا ممن يسلكون طريق العلم الشيء الذي حرمه الكثيرون. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فحسبنا هذا الحديث نذكره هدية لهم في هذه الحفلة، فمهما قلنا وشكرنا فأجرهم عند الله أعظم وأكرم. كراماتنا وتقديرنا إلى الذين سهروا على هذا التكوين ليخرجوه إلى الوجود ويواكبوه ويرشدوا سيره ويهيئوا الفضاء الملائم والمناسب. يعملون في العلم فعلمونا ونوروا عقولنا وصبروا على جهلنا وبضاعتنا المزجاة. اعلم أن للعلم فضيلة، وما لم تعرف الفضيلة في ذاتها ولم يتحقق المراد منها لم نكن أن نعرف أنها صفة للعلم أو لغيره. فلقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيد حكيم أم لا، وهو بعد لم يعرف معنى الحكمة. والفضيلة من الفضل، والفضل الزيادة، والعلم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق. ثمرته القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملائكة ومجاورة الملأ الأعلى، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم على الملوك، حتى إن العوام يجدون أنفسهم مجبولة على حب أهل العلم، وذلك لاختصاصهم بهذه المزية التي هي العلم، يختصون بها دون غيرهم. وأنا في الحقيقة لما نظرت في هذه المؤسسة، مؤسسة فريد الأنصاري للأبحاث والدراسات، رأيت أنها تبلور فكرة فلسفة العلم، بحيث أنها رأت في الواقع مشاكل نعيشها جميعا وتعيشها هذه الأمة، أرادت أن تبلور هذه المشاكل على شكل أسئلة حقيقية نافذة إلى المجتمع، وبالتالي تجيب عنها انطلاقا من منبع الذي ينبغي أن نعود إليه وأن نذهب إليه ابتداء، وهو القرآن الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم